تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتابع معكم تدبر آيات القرآن الكريم، حيث توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 49 من سورة التوبة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. يتابع الله سبحانه وتعالى الحديث عن المنافقين وما يتعلق بالمنافقين يوم غزوة تبوك كما قلنا، وهنا يعطي صفة عامة هذه تتعلق بالمنافقين في المجتمع. إن تصبك حسنة تسؤهم يا محمد، هذه طبيعة وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. فدائما هم ينظرون إلى معايير المصالح، وهذه المصالح إذا رأوك في حالة من الحسنة، من الانتصار، من الغنائم، من تحقيق المرادات، فإن هذا يعود عليهم بالسوء وبالضغينة وبالحقد عليك وعلى المسلمين معك. وإن تصبك مصيبة يقول، وإذا كانت مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. فإذا هنا يعتقدون بأنهم نتيجة لعدم خروجهم، أو كما حدث يوم أحد البعض الذين لم يخرجوا، أو البعض الذين ما قتلنا ها هنا وما كنا قتلنا وما كان جرى اللي جرى كذا. فإذا هذا دائما ديدا المنافقين، المنافقين هم الذين يشككون، المنافقون هم الذين يحاولون تدمير المجتمع بأفكارهم من أجل مصالحهم، لأنهم لا ينظرون إلى المصالح العامة وإنما ينظرون إلى مصالحهم الفردية والخاصة. فلذلك فهم عندما تصبك يا محمد، هنا التقاء الهدف الغاية هو الإصابة، هو معنى الإصابة، عندما نلتقي الغاية بالهدف فيكون الإصابة. فإن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة، فهذه المصيبة يقولون يعني انهزم بالمعركة وكذا، نحن قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون على ما قاموا به. قل يا محمد، الجواب على ذلك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذه قاعدة إيمانية عظيمة يجب أن يؤمن بها كل إنسان مؤمن ومسلم على وجه الأرض. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كتب لنا، فإذا لم يكتب علينا، حتى لو كانت هذه الإصابة هي سوء، حتى لو أن الإنسان أصيب بأمر فيه سوء. لماذا؟ لأننا نؤمن إذا رأيت مصيبة قد نزلت بك فإياك أن تظن بأنها تسيء لك، لأنك تثق في من أجراها عليك وهو الله سبحانه وتعالى. إذن وهو يجري هذه المصيبة لحكمة تكون تأديبية، هذا إذا كان الإنسان مؤمنا. فإذا لن تصيبنا إلا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي العادة عندما يصاب الإنسان بأمر، إما الأمر الضار، إما أن يكون فيه غريم أو لا يوجد فيه غريم،
شو يعني فيه غريم لا يوجد فيه غريم؟ يعني إنسان مريض مصيبة يعني. أصيب بمصيبة ما في إله غريم لا يثار منه. أما والله إنسان ضربه واحد أو سرق له مصرياته هذا له فيها غريم. فإذا المصاب أو المصيب إما أن لا يكون لك فيها غريم فعندها عندما لا يكون فيها غريم فعليك بالصبر. لماذا؟ لأن أجرها الله عليك مرض فأنت لم يأتي أحد ويمرضك هو. أما إذا كان هناك غريم فيطلب الله سبحانه وتعالى منك ثلاثة خطوات: والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أولا يجب أن تكظم غيظك، بعد ذلك يجب أن تعفو، وبعد ذلك الخطوة أن تحسن. شوف هذا الدين الذي يوصم بالإرهاب ويتهم بالإرهاب، هذا المطلوب من المسلم من المؤمن أمام من يصيبه بأذى. فإذا هنا نحن ولنجد، شوف أي تقول: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وأي أخرى: ولمن صبر وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور. وحدي لمن عزم الأمور، وحدي من عزم الأمور، فيها لام التوكيد. شو الفارق؟ فارق انه هي فيها غريب وهي ما فيها غريب. الاولى: لمن صبر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، ان ما اصابك من غير ان يكون لك غريب. اما لمن صبر وغفر معناته في غريب غفرت له، ان ذلك لمن عزم الامور، هذا لام توكيد. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه القاعدة إذا كانت في قلب الإنسان ارتاح في حياته، علم أنه لا يضر وينفع ويصل ويقطع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت إلا الله سبحانه وتعالى، علم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا خيرا أو شرا، مهما كان في هذه الحياة، فعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والتوكل هو عمل القلب وليس هو عمل الجوارح. فأعقلها وتوكل، الجوارح تعمل والقلب يتوكل، هذا هو معنى التوكل الحقيقي وليس التواكل كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. قل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لهؤلاء المنافقين: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. تربصوا أي تمهلوا، معنى كلمة تربصوا أي معنى تمهلوا. قل هل تربصون بنا إلا أحد الحسنيين، يعني نحن بالنسبة لنا إما أن ننتصر وإما أن نستشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أما نحن ماذا ننتظر لكم؟ ننتظر لكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. إما أن ننتصر نحن عليكم بأيدينا، أو بأن نكيلكم إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. بالنتيجة التنتين
إما بالآخرة عذاب الآخرة الهي أو بأيدينا في الدنيا، فالنتيجة هي السوء عليكم، ونتربص بكم، نحن نتربص بأنفسنا، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، نحن بالنسبة لنا حسنيين، أما أنتم فهو عذاب إما من عند الله أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون، أي متمهلون ومنتظرون لهذه النتيجة. يتابع المولى سبحانه وتعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل أنفقوا طوعا أو كرها، طبعا الطوع هو الفعل الذي يأتي أو يأتي الإنسان عليه بإرادته، هي طوع. أنفقوا، إذن أنفقوا طوعا هو ليس أمر بالإنفاق هنا، وإنما هنا الأمر فيه الزجر، يعني إنه أنفقتم ولا ما أنفقتم. أنفقوا طوعا أو كرها، أو كرها يعني بالغصب، إما بكيفكم أو غير كيفكم، فلن يتقبل منكم، لن يتقبل منكم هذا الإنفاق، إنكم كنتم قوما فاسقين. قوما فاسقين أي خارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ثلاثة أشياء منعت أن تقبل نفقاته: أولا أنهم كفروا بالله ورسوله، ثانيا لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ثالثا لا ينفقون إلا وهم كارهون. طبعا ستقول كيف ينفقون وكيف يأتون الصلاة وهم كفروا بالله ورسوله؟ هذا هو النفاق، هذا هو النفاق، هذا النفاق هو أن تظهر الإيمان وأنت تبطن حقيقة تبطن الكفر. المنافقون لديهم لسان يصدق ولكن القلب منكر، هذه هي الحقيقة. فلذلك ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، أي أنهم يقولون آمنا لكن حقيقة لا يوجد إيمان يعتمر في قلوبهم، لأن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. فإذا هم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة، أمر طبيعي، يعني الإنسان الذي لا يؤمن من قلبه فحتما لن يأتي إلى الصلاة إلا وهو متباطئ وهو متثاقل، إلا وهم كسالى، ولا ينفقون، إذا ولا يمكن أن يخرجوا من أموالهم إلا وهم كارهون غصبا، يعني مشان يظهروا أمام المؤمنين فقط بمظهر الإيمان غصبا وكرها ينفقون، لذلك لن تقبل منهم هذه النفقات نتيجة لنفاقهم ونتيجة لكفرهم ولبعدهم عن الإيمان وعن حقيقة الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واجعلنا من سعداء أعزاء عتقاء رمضان بجاهك يا حنان يا منان. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين، جد علينا بفضلك ومنك وكرمك بهذا الشهر الكريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي،
ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصل اللهم على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على حبيبنا محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على نور قلوبنا محمد ما ظهرت النجوم، وصل عليه ما تلاحمت الغيوم. اللهم صل عليه ما أشرق الضياء ولاح، وصل عليه ما تعاقب المساء والصباح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد.